أيها الإخوة الأكارم، بادئ ذي بدء، هل تعلم أيها الإنسان من أنت؟ أنت المخلوق الأول عند الله، لقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ولأنك قبلت حمل الأمانة سخر الله لك ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، تسخير تعريف وتسخير تكريم. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الهلال فقال: هلال خير ورشد. بيّن النبي من خلال هذا الحديث القصير أن كل شيء خلقه الله له وظيفتان: وظيفة تعريفية ووظيفة تكريمية. هلال خير ننتفع به، ورشد يرشدنا إلى الله. الكون إذن مسخر للإنسان بعد أن قبل حمل الأمانة تسخيرين: تسخير تعريف وتسخير تكريم. تسخير التعريف يقتضي أن نؤمن، وتسخير التكريم يقتضي أن نشكر. فالإنسان إذا آمن وشكر حقق الهدف من وجوده، وحينما يحقق الهدف من وجوده تتوقف جميع المعالجات الإلهية. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الإنسان إذا آمن بالله واحداً موجوداً وواحداً وكاملاً، وآمن بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلة، وخضع لمنهجه، فقد حقق الهدف من وجوده. ذلك أن على وجه الأرض الآن 7 مليارات، ما منهم واحد إلا وهو حريص على سلامة وجوده وعلى كمال وجوده وعلى استمرار وجوده. سلامة وجوده بخضوعه لتعليمات الصانع، لأن الجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها. فسلامة وجوده بالخضوع لتعليمات خالقه، وكمال وجوده في التقرب إليه. كل ما في الأرض من جمال مسحة من جمال الله. فالإنسان إذا عرف الله واتصل به اتصل بأصل الجمال في الكون. فلذلك ينبغي أن يقول المؤمن: ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. الإنسان مخلوق للسعادة. قال تعالى: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ليسعدهم.